باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو الخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات ونحوها. قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الباب فيما يتعلق بالعزلة واعتزال الشر وأهله. العزلة مستحبة عند فساد أهل الزمان وتغير الأحوال، خوف الإنسان على نفسه من الفتن، تستحب له العزلة في شعب من الشعاب أو في قرية من القرى ليسلم من شر الفتن. قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالفرار إلى الله الفرار إلى أسباب النجاة، إلى أسباب السلامة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، الذي ما يطلب الشهرة ولا يطلب الرياء بين الناس، إنما يهمه سلامة دينه. هكذا ينبغي المؤمن. حديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لما قيل: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله. ثم من؟ قال: مؤمنهم في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره. وفي اللفظ الآخر: يوشك أن يكون خيرا مع المرسل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر، يفر بدينه من الفتن. فالسنة المخاطة للناس والتعاون البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هكذا السنة. كما في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، الذي يخالطهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويعلمهم ويوجههم إلى الخير هذا أفضل. لكن عند تعذر هذا وتغير الأحوال يكون يخشى على دينه لأنهم لا يقبلون منه، حينئذ تكون العزلة خيرا له وأفضل له. إذا كان الاختلاط لا يفيد ولا ينفع بل يضر، وإلا فالاختلاط أولى، يدعوهم إلى الله يعلم ويرشد ينصح، هذا هو المطلوب. لكن عند تغير الأحوال والخوف على دينه إذا اعتزل في شعب من الشعاب أو في قرية من القرى لا بأس، لطلب السلامة في دينه والخوف على أن يقع في مشاكل. نسأل الله للجميع التوفيق. العزلة من الجيران، عدم مخاطرة الجيران. لا، الجيران مهم تفصيل، إن استطعت تدعوهم إلى الله وتعلمهم وتوجههم إلى الخير، وإلا فاعتزلهم. بارك الله فيكم. حكم الماء الخارج من فم النائم، ما في شيء، ما في شيء. نعم، حتى لو كان ماذا بارك الله ما يسمى قيء، هذا فضلة ماء ما يصل، مثل اللعاب مثل الريق طاهر. بارك الله فيكم. من قال بوجوب صلاة التراويح؟ ما حد يقول بوجوب، من خلاف الوتر بس، من خلاف الوتر، والصواب أنه سنة، حتى الوتر سنة، الواجب الصلاة الخمس. نعم. إذا قام من النوم واجب، إذا قام من النوم الليل مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يغمس يده في الماء حتى يغسله ثلاثا، فإنه لا يدعي نبات يده. ثلاث مرات يعني يا شيخ؟ ثلاث مرات. نعم. طيب ومن نسي؟ لا حرج إن شاء الله، إذا نسي لا حرج إن شاء الله.